السؤال الخامس في فول 2011 بيقول داني فورم بيم ان ذا فيجر، البيم ده ويز يعني يزن 150 نيوتن اند هاز ا لينث اوف 4 متر، يعني هنا في 150 نيوتن و2 2 وايل ذا سسبندد ماس ويز 300، يبقى عندنا هنا كمان 300 نيوتن. If the tension in the horizontal cable، horizontal cable ده 650 نيوتن، حلو كلام. Find the magnitude of the force that the hinge، الهنج اللي هو ده exerts on the beam. هنج يبقى عنده اتنين، واحدة أفقي وواحدة رأسية، مثلا O Y و O X. طيب طالما مفيش حاجة مجهولة هنا مش اقدرش يعني ملوش لازم اخد التورك هنا، لو خدت التورك هنا الاتنين دول هيضيعوا المجاهيل وكله معلوم فملوش لازمه، يبقى اخد سيجما الاف اكس وسيجما الاف واي، اقدر اجيب الاو اكس واقدر اجيب الاو واي وبعدين اخدهم تحت الجذر عشان اجيب الماجنيتيود بتاع الفورس. تعالوا نكتب الاول سيجما الاف اكس تساوي صفر مره اتجاه ده موجب، ومره هنقول سيجما الاف واي يساوي صفر وكده لفوق. طيب في سيجما الاف اكس الاو اكس يمين وسالب 650 يسار يساوي صفر، اذا الاو اكس يساوي 650 نيوتن. طب بالنسبه للواي، او واي سالب في 150 لتحت وفي 300 لتحت يساوي صفر، اذا الـ O Y بتساوي 450 نيوتن. اذا بقى الفرصة عند الـ O الـ F O بتساوي الجذر التربيعي لـ 650 تربيع زائد 450 تربيع يساوي كذا نيوتن. يلا نحسبها، 650 تربيع و 450 تربيع بنجذرها او بنجيب الجذر يعني 791، لان نجذرها دي او نجذرها دي بالكويتي ليها معنى يعني بوخها مسخها. طيب احنا يهمنا طبعا ده، هو بس عايز الماجنتيود ما هوش عايز حاجه تاني غير الماجنتيود. يبقى سيجما الاف اكس سيجما الاف واي جبنا منها الاو اكس والاي واي، تحت الجذر جبنا المحصله. طبعا لو كان طالب زاويه ولا حاجه كنا ممكن جبنا التام، بس هو مش طالب زي شابتر 3 يعني.